متابعي تحرير مصر، اهلا بكم في لايف جديد. موجودين معاكم من امام مسجد السيده نفيسه لحظه تشييع عثمان نورهان حسين موظفه جامعه القاهره، يعني اللي توفاها الله نتيجه طلق ماري باربع رصاصات من قبل يعني شاب كان عايز يرتبط فيها ويتقدم لها لأكثر من 20 مرة، ولكن يعني كانوا بيرفضوه، ف يعني توجه لمكتب عملها وأطلق عليها الأعيرة النارية. وصلت لي أربع رصاصات. الشاب اللي يعني انهى حياة نورهان في العقد الثالث من عمره، وايضا نورهان في العقد الثالث من عمرها، بتعمل موظفة في جامعة القاهرة في كلية الآثار. ناني طب بالراحه بالراحه بالراحه، مش جاي حاجه. انا مهنيه انا مهنيه. العربيات الخارجة ورا لحظة تحية لعثمان، زي ما شايفين الأسرة في حالة صعبة جدا، لحظة انهيار الأسرة. محمود فين؟ الشبكة ضعيفة خالص.
هي عامله هترفع ايدها. الله هي الله هي
يعني الناس اللي مش فاهمه القصه انه تقدم ل يعني الارتباط بيها او خطبتها لاكثر من 20 مره ولكن كانت بتقابله بالرفض. فيعني من سنه تعرض ليها عفوا من 5 سنين تعرض ليها وحرق عربيتها ويعني تعاقب بدفع غرامه ماليه تصل ل 100,000 جنيه ولكن تنازلت اسره نورهان نظرا لان اسرته بسيطه يعني متوسطة الحال ولكن هو كان دايما بيتردد على مقر عملها وكان دايما بيتعمد ان هو يعني يضايقها ويبص عليها فكان كل المظاهرين المكان بيتقرب ليهم علشان يدخل بسهولة للمكان مكان عملها ولكن انتهى الحال انه كان في قبل وفاتها بيومين راح لمقر عملها وقعد يراقبها فقالت لكل اللي حواليها كل المحاطين بيها انها كانت حاسه ان حياتها هتنتهي وانه هيخلص عليها وبالفعل بعدها بيومين راح مقر عملها وقف قدام المكتب بتاعها وضربها ب4 طلقات ناريه تسببت في انهاء حياتها. ولكن خلينا نقول ان القوات الامنيه توصلت للمتهم بالفعل والقت القبض عليه بالامس ولكنه يعني انهى حياته بنفس السلاح اللي انهى حياه نورهان بيه. زي ما قلنا يعني الفتره الاخيره من وقت وقعه نيره اشرف وكثيرا ما تتردد الجرائم الخاصه بانهاء حياه فتيات كل واحد لمجرد انه عايز يخطب واحده او يتزوجها وما يبقاش عارف فيقرر ان هو ينهي حياته. يعني ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته. طبعا الاهل موجودين هنا في حاله صعبه جدا حاله ماساويه كده نكون وصلنا لختام اللايف بتاعنا. اشكركم متابعه حماس لايف على حسن المتابعه. كانت معكم نوال مجاهد والى اللقاء.